بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعي لجسمين العجول الأبقار الحلال. حلقة اليوم نتكلم مع بعض، لو أنت بتبحث عن مشروع يحقق لك الأرباح، أو أنت مهتم بتربية الأبقار والعجول. إذا كنت فعلا مهتم بتربية الأبقار والعجول وعايز تحقق ربح ويغنيك عن السفر نهائيا، هنتناقش مع بعض عن مشروع تربية 20 عجل بقري خليط بربح شهري 50,000 جنيه، يعني دورة 6 شهور هتكسب فيها 300,000 جنيه بربح شهري 50,000 جنيه. هنتناقش في كل شيء مع بعض، بس أتمنى شاهد الحلقة للنهاية عشان تستفيد، ويتمنى من الجميع علق بأي شيء، علق عشان علق واعمل اعجاب عشان الفيديو ينتشر. اول حاجه هنتكلم في المشروع ده عشان يحقق معايا ارباح وينجح معايا، ليه متطلبات، ايه هي متطلبات نجاح المشروع. اول حاجه المكان، لازم اجهز المكان. بس قبل ما تجهز المكان، تحدد في مخك انت عايز تروح لنظام التربيه المربوط ام لنظام التربيه المقلوب. تمام، المقلوق لمميزاته وعيوبه، والمربوط لمميزاته وعيوبه. لو انت عايز تعرفهم ارجع للفيديو، ايهما افضل، العجل المربوط ام العجل المقلوق. تمام، يبقى لازم تحدد الاول، هتعمل المكان على نظام السايب او المقلوق ام المربوط. تمام، وتجهز المكان. ثاني حاجه وهي اكبر عنصر في تحقيق الربح، وهي تخزين المواد العلفيه. وهنا نقصد بيها الذره، فول الصويا، الفول البلدي، الاسبان، الدريس. عشان تحقق نجاح في المشروع ده لابد تدخل كل شيء في ميعاد حصاده. على سبيل المثال، من حوالي 15 يوم سعر كيلو فول البلدي كان واصل من 40 ل 50، حاليا دلوقتي عشان في ميعاد حصاده من 20 ل 25. شايف الفرق؟ الفرق ما يقارب 25 جنيه. يعني لو هتجيب 2 كيلو، هتجيب 2 كيلو دلوقتي بسعر كيلو، الكيلو كان ب50، دلوقتي ب50 اجيب 2 كيلو. فهمتوا؟ دي اهم حاجه، لازم تعرف العجل هياخد مثلا 550 كيلو ذره، يبقى داخل على كد عندي 10 عجول مثلا، يبقى داخل 5 طن ونص. اضرب 10 في 55 تطلع 5 طن ونص، هدخل 20 عجل، يبقى هدخل مثلا 11 طن. لازم تدخله في ميعاده، الذره في ميعاده شهر 9، والفول الصويا برضه في شهر 9. تمام، الفول البلدي في شهر 5، الاسبان في شهر 5، الدريس شغاله معاك شتاء وصيف، بس يفضل في الصيف افضل، لانها تبقى متوافره بكميه وسعرها هيبقى قليل. تمام، دي اهم عنصر قلنا، تخزين المواد العلفيه. لازم ادخل الدريس والاسبان كل شيء. الاسبان هتحتاج لكل عز 3 كيلو، 3 كيلو تضربهم في 18، تضربهم 3 كيلو في 180 يوم، هيطلع استهلاك العجل طوال الدوره، تضرب بقى في كميه العجول. تمام، الدريس 180 يوم هي مده الدوره، في كيلو واحد يعني 180 كيلو لكل راس. تمام، دي التبل والدريس والذره وفول الصويا وفول البلد. تمام، عندك بعد كده اختيار العجل. لازم انت تعرف تبدا المرحله العمريه، هتبدا تجيب من وزن كام وتنهي على وزن كام. احنا هنا هنبدا من وزن 200 وننهي عند وزن 400 450. طيب ايه تاني اللي محتاجه من نوع العجز؟ نوع العجز اختار، يفضل لو موجود خليط البرو، خليط السيميتال، خليط الونستاين، خليط الاسبان. دولة عجول ممتازه في التحويل، بتوصل تحويلها لكيلو ونص ان شاء الله، من كيلو 200 جرام الى كيلو ونص. تمام، هتساعد كتير معاك في زياده الارباح. طيب هنعرض دلوقتي سعر جاي من اللحم، تعال بقى نحسب المصاريف والايرادات. نعرف سعر جاي من اللحم الجاني دلوقتي العجل 200 كيلو، سعر الجاني بتاعه 200 جنيه، يعني العجل 200 كيلو عامل 40,000 جنيه. طيب سعر العلاف، سعر العلف يتراوح من 13,000 الى 15,000. لو انت دخلت المواد العلفيه كلها في ميعادها هتدخل ب 13 او ب 12، في فرق 3,000 بكل طن، لكل طن 3,000 فرق. لو انت هتدخل مواد علفيه في مواعيدها يبقى هتمشي معاك ب 12، ما تدخلهاش في مواعيدها من 15,000 ل 16,000. تمام، تعال بقى كده نحسب سعر التبن. هنحسب 3 كيلو في اليوم لكل عز في 180 يوم،
تقريبا هيسالك تبني ب 1000 جنيه، يبقى سعر العجل 40000، سالك اعلاف من 13 ل 15000، سعر الاتبان 1000، سعر الدريس 1500. انا عرفتها ازاي؟ اقول 180 يوم في سعر كيلو الدريس، هو هياخد 180 كيلو، في سعر الكيلو حوالي 8 جنيه، يفرق معاك حوالي 1490، يعني قول 1500. تمام. الرعايه الصحيه العجل يصرف 1000. العماله بقى العجل الواحد يصرف 1000 جنيه عماله، في 20 عجل يعني 20000 جنيه، في مده الدوره 6 شهور يعني طالع للعامل 3000 ونص شهري. ال 3000 ونص شهري تقدر توفرهم، تقدر توفرهم. ال 20 عجل هيحتاجوا معاك خدمه حوالي ساعة ونص الصبح وساعة ونص في الليل، وممكن ساعة بعد، يعني أنت لو راجل موظف تقدر تشتغلهم وحدك، مش محتاج عامل، تقدر توفر 3000 ونص شهري. ده ربح تاني غير الربح الصافي اللي احنا هنقوله في الآخر. طيب يبقى ده 3.5 دولار ربح تاني، ربح العامل. يبقى احنا طلعنا ربح العامل، وطلعنا الرعاية الصحية، وطلعنا سعر الدريس، وطلعنا سعر الأثمان، وطلعنا سعر الأعلاف، وسعر العجول. في ناس هيجي يقول المكان يا جماعة ده 20 عجل، يعني أنا مربي معايا حوش صغير أربي فيه من 20 عجل، مش محتاجة إيجار مكان، وممكن نطلع له برضك إيجار مكان. الكهرباء ممكن تطلع مثلا حسبة 50 جنيه في 6 شهور، هتطلع معاك مثلا حسبة 300 جنيه، تمام؟ ما تكلفك كهرباء 200 جنيه أو 300 جنيه، تمام؟ دي المصاريف بتاعتك. تعالي الإيرادات. عندي العجل، يبقى العجل الواحد في المصاريف، العجل الواحد صرف اجمالي المصاريف بتاعته 60000 جنيه. 60000 جنيه ده اجمالي المصاريف. طب الايرادات بقى هنقوله الوزن بتاع العجل 450 في سعر القايم اليوم. انا بكلمك دراسه واقعيه بسعر اليوم. سعر القايم 167، يعني العجل هيجيب معاك 75000 جنيه. من هو نيجي بقى نقول الايرادات ناقص المصروفات عشان نطلع الربح الصافي. الإيرادات 75000، المصروفات 60000، يبقى الربح الصافي 15000. 15000 لكل عجل، هنضرب 15000 في 20 عجل، هتطلع معاك 15، ده الربح الصافي 300000 جنيه، ده في 6 شهور. يعني ربح صافي يطلع معاك كام؟ كل شهر يطلع معاك ربح صافي 50000 جنيه. ما هنقولش 50 يعني، هنقول من 40 الى 50000 جنيه شهريا. تمام؟ في حسبه كله اللي بتشتغله عند خدمه العجول كلها ما بتاخدش 4 ساعات في اليوم. يعني انا راجل موظف وبخدم ال 20 عجل. وبروح شغل عادي وبخلص مع المغرب كمان. يعني بروح الصبح قبل اروح شغلي اخدم ال 20 عجل، وبعدين اروح شغلي، بعد ما ارجع اخش لل 20 عجل ان كنت موفر الميه، اقدم دريس، اقدم اسمنت ثاني، اقدم برسيل، وفي الليل برضك نفس القصه. يعني اي واحد موظف ما مستاهلاش عامل، والله خدمه ال 20 عجل مش مستاهله عامل واحد. يعني انت ممكن توفر باضافه ال 300000، باضافه ال 300000 اللي انت هتكسبهم خلال الست شهور، يعني هنقول 200000 مش 300، عشان الناس هتقول مع ان والله العظيم مع اختيار العجل كويس والدخل اعلى في مواعيدها هتحقق ارباح عاليه. تمام؟ هنقول مثلا 200000، هتحقق في ارباح 350000 جنيه العامل تقدر توفرها. تقدر توفره. دي دراسه جدوى بربح شهري 50000 جنيه، 20 عجل بقري. يا ريت اشتركوا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، عشان تصلك كل فيديوهاتنا اضغط على علامه الجرس واختار الكل. واتمنى من الجميع علق واعمل اعجاب على الفيديو.